دلوقتي هنتابع مع حضراتكم ونتعرف على ابرز واهم الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها ان مصر للطيران هتسير 8 رحلات جويه لعوده ضيوف الرحمن، وفي كمان لقاءات ومباريات مهمه جدا في الجوله 26 من الدوري المصري الممتاز. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيكون أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وده بيجي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. النهاردة مصر للطيران هتسير 8 رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن لأرض الوطن، بواقع 5 رحلات جوية من جدة للقاهرة ورحلتين جويتين من المدينة المنورة للقاهرة، بالإضافة لرحلة واحدة من جدة لبرج العرب. النهاردة أيضاً هيستقبل مطار مرسى علم الدولي والحد يوم الجمعة اللي جاية 113 رحلة طيران دولية جاية من 12 دولة أوروبية، وهيتم تسهيل إجراءات وصولهم لإفادهم للفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة في مرسى علم علشان يقضوا أجازتهم. لعشاء الدوري المصري النهاردة هيكون معادهم مع مبارتين في إطار الجولة 26 من المسابقة. فريق طلائع الجيش هيواجه مصر المقاصة الساعة 6:30، والبنك الأهلي هيواجه فيوتشر الساعة 9 بالليل.